اليوم أكثر شيء يقولون النصراويين نريد نادي النصر مع أبناء نادي النصر. صحيح. أنت تشجع النصر؟ أشجع النصر من سنين، مو من تالي. أرجع أقول من عز أصدقائي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، أعرفه من عمري يمكن 4 سنين من يوم ما كنت أنا عايش في بريطانيا. الوالد الله يرحمه كان ملحق عسكري، الأمير تركي بن ناصر الله يرحمه كان يدرس هناك أركان، وتعرفت على أخوي فيصل بن تركي. وأخوي فيصل بن تركي ما كنت أعرف الكورة وقتها، فكان نصراوي صميم، فصرت نصراوي مثله. اليوم من السنين ترى النادي مو بأول مرة أدخله، دخلت من سنين، دخلت أيام الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه كان متواجد هناك كذا مرة، دخلت أيام أخوي فيصل بن تركي كان متواجد هناك، فما هي بجديدة بالنسبة. يعني أنت نصراوي؟ نصراوي نصراوي عريق يعني، تقول عبد الرحمن بن سعود قديم يعني نصراوي. قديم ما ودي أفضح عمري بس يعني عريق. طيب يعني الأمير فيصل بن تركي يزكيك؟ أتمنى أتوقع إن شاء الله. لا يعني هو يشهد لك أكيد. طب تسمح لي أكلمه؟ تفضل بالعكس. ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة أبدا. طيب خلنا نكلم على فيصل بن تركي، يمكن ما يرد عليك. لا لا وش اللي بيرد عليه؟ لا إن شاء الله يرد، بس عنده هو رقم جديد، رقم فيصل بن تركي. كحيلة رقمك جديد، وين أبو تركي؟ أبى أحط سبيكر يا شباب. شيك متوتر. أبو تركي. هلا مساك بالخير. هلا والله، شلونك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ أول شيء واحشني. حتى أنت والله كثير. من زمان ما شفتك ولا التقينا فيك. ابو تركي بسوي زي من سيربح المليون، عندنا 40 ثانيه او 30 ثانيه ابغى اسالك فيها عن رائد اسماعيل. احنا على الهواء الحين. انت على الهواء الان. حتبدا 30 ثانيه بمجرد سماع السؤال. رائد اسماعيل يقول لي انا نصراوي ويشهد لي فيصل بن تركي من الطفوله، جماهير نادي النصر تقول سلموا النصر للنصراويين، رائد اسماعيل لا يشجع نادي النصر. لا، رائد منذ الصغر ويشجع نادي النصر. انا ورائد علاقتنا من يوم عمرنا 7 سنين 8 سنين. دخل نادي النصر في ايام المغفور له باذن الله الامير عبد الرحمن سعود، وجاني انا وانا في الاداره. لا نصراوي ما فيها شك طبعا. اذا بتسالوني انا رأي انا اوصلها للرائد او للاخوان في الصندوق، متجاوبين مع جميع اعضاء الشرف ويسمعون لنا ويطلبون من النصائح، لكن مجرد الموضوع هذا لا، رائد نصراوي ما في شك. تزكي الرجل نصراويا؟ سم؟ اقول تزكي الرجل نصراويا؟ ما في شك. ايش رايك في اداء او في عمله؟ لا، اداء او عمله هذا بيني وبينه. صحيح. رئاسه نادي النصر نتكلم مع الاخوان في الادارات وزي الاخوان في الاداره الان، بيني وبينهم مو قدام الناس. طيب ماشي يا ابو تركي، لازم نشوفك قريبا ونلتقي قريبا. يسلم عليك ابو محمد وننتظر ظهورك معنا في كوره. ابو تركي ترك وعدني من زمان ان شاء الله اخر السنه يمكن يقلب نصراوي هلالي رائد. انا امير فيصل نصراوي. نصراوي ما فيها مناقشه يعني. انا امير فيصل بن تركي رئيس مجلس اداره نادي النصر، شكرا جزيلا لك. شكرا. لا خلاص كحيلان يعني قال لك انت نصراوي، انتهى، قضي الامر. طيب لو بنفس يقول من الطفوله طيب ليش هالاشاعات تلاحق؟ لا ترى في موضوع ثاني على النصر اتذكر، كان ما اتذكر وين المحل، كان في محل في الناصريه كنا نروح نفصل فيه ملابس للنصر، اتذكر الى الان القماش والشعار النصر. لا ما ودي اقول قبل كم سنه، بس هو قبل 50 سنة يمكن. هذا بس طيب زياده على القصص الموجوده الكثيره، المباريات اللي حضرتها.